السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدمه طريقة، كل واحد الطريقة ديالو في تحضير الطاجين. وغادي نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير الطاجين دجاج بالخضر. المهم على بركة الله نبدأ في المقادير. عندنا ثلاثة ديال، أنا كل واحد على حساب إمكانيات ديالو، ثلاثة ديال الكويس ديال الدجاج بهذا الشكل. كيحتاجو جوج بصلات صغار مقطعين على هذا الشكل. كيحتاجو في العطرية معلقة سكينجبير، معلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة ديال الخرقوم، نص معلقة ديال التحميرة أو البابريكا، وعندي هنا معلقة صغيرة ديال عطرية ديال الدجاج، ومعلقة ديال الملحة عفوا. هنا ما عنديش الربيع خضر، ألو اختاريت هذا يابس. عندنا نص حامضة، جوج فصوص ديال الثوم، والخضر على حسب اللي متواجد في البيت، كل واحد نص كاس ديال الزيت مخلط، زيت العود وزيت المائدة. عندي هنايا فليفلات مقطعين شرائح، فلفلة خضراء حمراء وصفراء. ندوزو لطريقة التحضير. هنا كندير العطرية ديالي هي الأولى، كنصب العطرية على هاد الشكل، كنزيد داك نص حامضة كنعصرها فوق العطرية، كنضيف التوم، كنكرازيوه في داك الآلة ديال التوم أو على هاد الشكل، على كل واحد وطريقة ديالو في تحضير الطاجين. كنزيد الباقي، هنايا كنزيد تقريبا واحد جوج معلقات صغار ديال الربيع، كنزيدو بطبيعة الحال. هنا نسيت ما زدتش شويه ديال الماء باش نخلطوا هذا الخليط، مقدار ملعقه كبيره، وكنخلطوا مزيان على هذا الشكل باش كنشرملو هذوك الركيبات او الكويس نتاع الدجاج خيضات، كنشرملوهم على هذا الشكل. يمكن لكم تشرملو بيديكم، على كل واحد وكيفاش كيبغي يشرمل الدجاج. كنسمرو باش كنشرملو هاد التركيبات او الكويس ديالنا. كنخليهم يرتاحوا ونتلاقاو باش نوجدو. كنديرهم هكا في الطاجين، كنزيد البصيله ديالي، نصب عليهم البصلة كما كتشوفوا داك جوج بصلات، وكنضيفوا الزيت، كنزيدوا الزيت وكنخليهم يتقلاو. وكنخليهم يتحروا شي شويه، نتلقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش كترجع البصلة. كنتسناوها شوية حتى تبدا تطيح البصلة، عاد كنزيدو الخضر ديالنا. هنا كنحاول نحرك بهاد المغرف ديال الخشب عفوا،
كنحركو على هذا الشكل حتى كيدوب لنا داك البصيله. كنستمروا بالتحريك، كنخليهم شي شويه حتى تذوب لنا البصيله على هذا الشكل. كنشوفوا هنايا باش كتبدا تنشف هكا بدات كتبدا. دابا نزيدوا الخضر كتذوب هنا، صافي كنكتفيو بهذا القدر تاع الشحاره كانت على البصله. هي تشحرات مزيان طاحت، غنبداو نديرو شويه بشويه الخضر ديالنا. ممكن لكم تتفوها بالطريقه اللي بغيتو بشكل. دابا غادي نبداو نحطو الخضر. المهم انا حطيتهم بشكل عشوائي لحقاش كنصور بيد ويد كنحط بها الخضر، بوغ سا كتبان عشوائيه هكا. على كل واحد يستفهم مستفاش. كيف ما بغى، انا يا غير ميتهم هكا. نديرو خيزو ديالنا البطاطا، كنزلو خيزو ديالنا البطاطا، ممكن لكم ديرو اي خضرة ونقرعة موجودة عندكم، ماشي ضروري نفس الخضر. كنخليو الفلفلة هي التالية. انا كنت كنكتفيو بهاد الخضر نتاع البطاطا. كنوضع الخضر كاملة هنايا، فوالا نتوما استفوا الطريقة اللي بغيتو. هنا انا حطيت القرعه بشكل عشوائي كما قلت لكم. الو دابا كنحطو الفلفله، قلت لكم تقدوها بشكل اللي بغيتو، كل واحد طريقته في تزيين طاجين. انا قديت غير هكا بيد وحده. الو غادي نسد عليه ونخليه يطيب. عفوا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء، ودرت واحد الطريفات ديال الحامض مصير من الفوق. واحد شويه ايوا، وغادي نسد عليه من بعد ونطلقوا من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. خليوه يطيب لمده واحد 30 دقيقه تقريبا. هنا الطاجين ديالنا مازال ما وجدش، يلاه كيغلي. الطاجين ديالنا وجد، كيجي على هذا الشكل. خليت حتى المريقه غلات ووقفات، وكيجي لذيذ من طبيعه الحال وصحي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.